الناقد الرياضي الاستاذ محمد فضل الله. مساء الخير يا فندم. محمد ده حضرتك بس انا مش ناقد رياضي يعني. معلش انا اسف يا فندم، هم بلغوني كده، انا اسف. عايز اعرف راي حضرتك في النوايات بتاعت النادي الاهلي اللي بيقدمها لخدمه اعضاء الجمعيه العموميه. والله طبعا هو شيء جيد طبعا ان يتم التعريف باللوائح اللي اتعملت. شرفت ان انا اشتركت في صياغه لائحه النادي الاهلي. هي لائحه طبعا لائحه محترمه جدا، تليق باسم النادي الاهلي وتليق باعضاء الجمعيه العموميه. وشيء جيد طبعا النادي الاهلي، واحنا ده اللي اتعودنا عليه من النادي الاهلي دايما، ان هو مؤسسه رائده في كل شيء، مؤسسه بتحترم اعضائها، مؤسسه بتعرف قيمه العمل المؤسسي، قيمه العمل المنظم، العمل الاداري المنظم. فشيء جيد طبعا من مجلس اداره النادي الاهلي، واعتقد ان هو النادي الوحيد اللي هو سعى الى هذا الامر، ان هو يعد لائحه خاصه يستعين لمجموعه من الخبراء والقامات القانونيه المتخصصه في مثل هذا الاطار، ثم بعد ذلك من اعدادي لتلك اللائحه يتم عرضها على اعضاء الجمعيه العموميه بمنتهى الشفافيه، يتم مناقشه بنود ونصوص تلك اللائحه. ده امر طبيعي ومنطقي انت بتطلب من الاعضاء ان هم يجوا يصوتوا على تلك اللائحه او يحضروا ويأكدوا على وجود الانتخاب الخاص بالجمعيه العموميه. فامر طبيعي ومنطقي ان انت تعرض لائحتك على مدار ثلاث ايام انا اعرفه في الفروع الخاصه بالنادي سواء الشيخ زايد او مدينه نصر او كتير. فده شيء طبعا يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي ويؤكد على قيمه هذا المجلس واحترامي لاعضاء الجمعيه العموميه. طيب استاذ محمد، بما ان حضرتك خبير في هذه اللوائح، هل في اي نوع من انواع التقصير داخل لائحه النادي الاهلي؟ هل في جوانب او في بنود لا تتوافق مع القوانين اللي معروفه سواء قانون الرياضه او اي قوانين اخرى من ناحيه من القوانين الاولمبيه؟ شوف حضرتك، لا يوجد نص واحد في لائحه الاهلي تتعارض مع قانون الرياضه المصري ويتعارض مع البطاقه. ده قولا واحدا. من الممكن ان تكون هناك نصوص فيها اختلافات ووجهات نظر ورؤى، زي مثلا فكره النص الخاص بان عدم جوازيه ترشح اي حد الا اذا كان حاصلا على مؤهل عالي، التجنيد شرط اساسي الانتهاء منه او الاعفاء من التجنيد. طب استاذ محمد، انا هقف مع حضرتك في هذه النقطه، يعني نقطه المؤهل العالي رقم واحد. هل حضرتك شايف ان ممكن في 2017 و2018 و2022 ممكن يكون في هناك رئيس لمؤسسه كبيره غير حاصل على مؤهل عالي؟ شوف حضرتك، المؤهل العالي ده ستاندرد انت بتحطه وفقا لطبيعه المؤسسه بتاعتك. نعم. فكره المؤهل او فكره الكواليفيكيشن او عمليه التاهيل انت بتحطه وفقا للستاندرد بتاع الاعضاء اللي عندك في المؤسسه الخاصه بيك. من الممكن ان تكون هناك مؤسسات لا توجد فيها مؤهلات عليا تستطيع ان تخدم المؤسسه، وفي يعني ده راجع لك انت يا استاذ محمد، مفيش معيار قانوني يفرض عليا او يلزمني ان انا احط مؤهل عالي او احط مؤهل متوسط. احنا لما جينا تعرضنا لمثل هذا النص كل سؤال بسيط جدا، هل يليق بالنادي الاهلي تلك المؤسسه العريقه الكبيره التي تضم بين جنباتها العديد من القامات العلمية والتخصصية، قضاة وأساتذة جامعات ومهندسين وقامات في كافة الجوانب العلمية، إن أنت تيجي تقول إن يجوز إن يترشح أقل من مؤهل عالي أو أقل من هذا؟ هو ده الأمر، يعني أنت قدام مؤسسة ما ينفعش إن أنت تسمح بيها بأقل من تلك المؤهلات. الناس اللي بتقول لك، الناس اللي بتقول لك طب انا يا جماعه المؤهل المتوسط انت قبلت ليه؟ انا قبلت الكلام ده كله، طب ما انا بقبل على مستوى الدوله وعلى مستوى امور كثيره جدا، كافه المواطنين موجودين لهم كافه حقوقهم، لكن ترشح لمناصب قياديه في الدوله بيشترط معايير معينه. نعم. ومؤهلات معينه. نعم. واخد بال حضرتك؟ بيجي انت بتتعين لوظيفه معينه، بترشح لمنصب قيادي، وزير، رئيس، كل هذه الامور بتشترط امور معينه. نعم. تمام؟ طيب الامور دي هي انت ليه بتحددها بالرغم من ان كل المواطنين في الدوله مؤهلات متوسطه ومحكومية، لو انت فتحتها يبقى انت، فانت هنا في هذا الاطار بتحط نص، وفي النهايه انت امام راي جمعيه عموميه، انت بتقول لهم يا جماعه انا رؤيي تمام ان الذي يقود الاهلي يجب ان يكون حاضرا على مؤهل عالي. انتم موافقين ام لا؟ انت في النهايه قدامك لائحه كاعضاء جمعيه عموميه، اما ان تقرها واما ان تقرها. لكن احنا انا كواحد مشرع من الناس اللي اشتركت في تصحيح هذه اللائحه، كانت رؤيه المجلس الصراحه يعني واخد بالك ان يكون هناك مؤهل عالي، كان في اتفاق يا استاذ محمد
ان النصوص بتتحط، احنا دايما لما نيجي نحط قوانين نحط صياغات بنقول ان النصوص قواعد عامه، قواعد مجرده من الاهواء الشخصيه او تمام. انا بحط قاعده عامه، ياتي من ياتي ويرشح من يرشح، ما فيهاش بقى فكره الاقصاء زي ما كنا فاكرين. فكره الاقصاء الناس كلها كانت قبل صدور اللائحه وقبل ما تشوف اللائحه كان يقول لك اصل في نصوص لاقصاء ناس معينه الكلام ده، ولما طلعت اللائحه ما لقوش ولا نص فيه في اقصاء لاي شيء، بدا يتكلم في امور اخرى. واخد بالك؟ ده امر طبيعي ومنطقي وانا نفسي بتقبله، لان اي عمل انساني هو عمل قابل للنقد. المهم النقد ده يبقى يمثل اختلاف وجهات النظر، لا يمثل خلاف ما بيننا ما بين نعم، مش خلاف شخصي، مش خلاف. هي القضيه ليست قضيه شخصيه، انا واحد من الناس، انا لست عضو في النادي الاهلي. طب انا عايز اسال حضرتك برضو استاذ محمد بالنسبه لموضوع الخدمه العسكريه، يا اي منصب في الدوله او اي وظيفه او اي شيء في الدوله، حتى لو انا عايز اطلع جواز سفر لازم بيسالني اول حاجه على موقفي من التجنيد. ف الرخصه، نعم، بس رخصه العربيه لا تستطيع ان تحصل عليها الا اذا قدمت موقفك من اداء الخدمه العسكريه. نعم، لان هو ده طب احنا ليه قلنا يجب ان يكون قد ادى الخدمه العسكريه او اعطي منها؟ اولا لا يجوز باي صوره من الصور أن تدار مؤسسة رياضية في الدول وأنت لم تؤدي الفريضة الخاصة أو الضريبة الخاصة بالخدمة العسكرية. نعم. هذه واحد. نمرة اثنين، أنت مؤسسة الأهلي أو أي مؤسسة رياضية، اتحاد و و دورها إيه؟ دورها هو التأكيد على فكرة الانتماء، الانتماء للدولة من خلال النشاط الرياضي. إزاي أنت تبقى رئيس نادي أو رئيس اتحاد أو وظيفة رئيس أي مؤسسة رياضية عاوز تبعث الانتماء وحب البلد وحب الدولة ورفع العلم الوطني في المحافل الرياضية وأنت لم تؤدي للدولة واجبها؟ أنت هربان من أداء الواجب ده إزاي؟ أي منطق يقول هذا؟ فكان النقطة دي نقطة أساسية، أن فكرة التجنيد ليست فكرة أن حد عدى 30 سنة وسوى أعضاء، دي عقوبة في النهاية، هي عقوبة. نعم، أنت بتفرض عليك عقوبة وبتدفع قيمة مالية عشان خاطر أن أنت ما أديتش الجيش قبل 30 سنة. نعم، كانت برضه رؤية موجودة أساسية أنه يجب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية بالطريقة القانونية في هذا الإطار أو أعفي منها بالطريقة القانونية أيضا في هذا الإطار. نعم. طيب عايز أسأل حضرتك من يعني وضع لائحة النادي الأهلي، المهندس محمود طاهر صرح بأن كبار السادة المستشارين أو الخبراء اللوائح والقوانين تم وضع هذه اللائحة. مدى قانونية لائحة النادي الأهلي من ناحية قانونية؟ لأن في البعض لم يعلم ولم يطلع على اللائحة بكل بنودها. هل حضرتك شايف أن فعلا أفضل ما تم وضعه من القوانين واللوائح داخل هذه اللائحة لا يشوبه أي شائبة من ناحية قانونية؟ شوف يا أي عمل إنساني من الممكن أن يكون هناك فيه خطأ، أنت ما بتكتبش قرآن. نعم. زي ما إحنا بنقول إذا كان هناك نقص فنحن بشر وإذا كان هناك اكتمال فمن رب البشر. نعم. ده أمر طبيعي وأمر وارد. أنا زي ما قلت لحضرتك من الممكن أن يكون هناك لفظ خاطئ. المهم وأنت بتصيغ لا تقصد شيء. أنا بقول لحضرتك اللائحة، أنا كمحمد صلى الله أو أي مشرع، أنا لما بنيجي نبص عشان نصيغ لائحة، وإحنا مش أول لائحة نصيغها دي، أنا بالنسبة لي راجل مستشار للرياضه هنا في دوله الامارات، الهيئه العامه للشباب والرياضه، لما بتيجي تصيغ لوائح مثل هذه اللوائح تمام بتبص على ثلاث حاجات: دستور الدوله، القوانين الرياضيه المعمول بها في الدوله، القواعد والمواثيق الرياضيه المرتبطه بالنظام الدولي اللي هو الميثاق الاولمبي وما يوازيها من قواعد دوله. ده اي حاجه عشان خاطر انا بقول لحضرتك قولا واحدا، لا يوجد نص في لائحه الاهلي يخالف قانون الرياضه في الدوله، قانون 71 لسنه 2017، والاهلي احترم القانون، خلي بالك بقى من النقطه دي. نعم. فيما يتعلق باللائحه، واحترم القانون فيما يتعلق بانعقاد الاجتماع الخاص. عشان الناس اللي بتتكلم على فكره اليومين، ما انا كنت لسه هسال حضرتك في هذه النقطه. فيما يتعلق باللائحه لا يوجد نص في اللائحه يخالف القانون الرياضه او يخالف اللوائح الدوليه والمواثيق الرياضيه الدوليه ويخالف الميثاق الاولمبي على معنى بمعنى اخر. طب يا فندم لماذا لماذا هي بقى في نصوص جديده من الممكن هي اللي تكون
هي اللي مثار الجدل، زي مثلا النصوص الخاصه بعمليات الانفستمنت الاستثمار، ان تم التوسع في عمليه ان النادي يكون له مستشفيات واكاديميات، يكون له شركات مرتبطه بصناعه الادوات الرياضيه بالملابس، يعني يكون له الحق في تاسيس الجامعات الرياضيه العالم كله. انت لما تروح اتلتيكو مدريد في جامعه الاتلتيكو مدريد، الانديه كلها بره بتعمل جامعات اللي هي السبورتس يونيفرستي، ده نعم فاونديشن عالميه. نعم تمام. فاحنا الفاونديشنز والامور دي كلها والمؤسسات دي احنا رحنا بحيث ان النادي الاهلي يكون له مثل هذا الخطاب. النادي الاهلي ليس اقل من اي نادي من تلك الانديه العالميه، فبالتالي رحنا. ده ما كانش موجود في قانون الرياضه، او قانون الرياضه تناول فقط بس فكره الخدمات الرياضيه، فاحنا توسعنا في ذلك المفهوم. تمام. هو النادي الاهلي دائما سباق يا فندم من هذه يعني من الفكر، دائما سباق ممكن بس تاخد نقاش، تاخد نقاش، لكن فقولا واحدا لا يوجد نص، واللي عنده نص يخالف قانون الرياضه ويخالف الميثاق الاولمبي نحن مستعدين للاستماع اليه، بس يجيب لنا النص يقول يا جماعه النص ده بيخالف قانون الرياضه في كذا والميثاق الاولمبي، ولو هو في تغيير تتغير مفيش اشكاليه خالص لدى حد. ده بقول لحضرتك الخطا وارد وده امر طبيعي ومصري. طيب فيما يتعلق بانعقاد الاجتماع بقى، نعم ده شيء مهم، ده اهم من اهم الاهم يعني لان في لغط كتير وفي تصريحات من الجانب الاخر يقول مش هنحسب ان هذه الجمعيه العموميه انعقدت وهيتم خلاص وضع الاسترشاديه، فالكل يريد ان يعلم. شوف حضرتك، لا يوجد نص واحد في الميثاق الاولمبي يفرض او يلزم اللجان الاولمبيه الوطنيه ان تقر لائحه في ما على انديه الرياضيه لا يوجد، لا يوجد نص واحد، واخد بالك؟ نعم. اللجان الاولمبيه الوطنيه هي لجان حمايه المواثيق الاولمبي بطاقه الاولمب وحمايته من اي انتهاكات ومن اي خروقات، تمام؟ ولكن صفه الالزام ليست موجوده في قواعد البطاقه، ولكن انت امام قانون اصبح قانونا ساريا، واجب عليك كمؤسسه رياضيه عريقه زي الاهلي ان تحترمه. نعم. الميثاق القانون اعطى الحق للجنة الأولمبية في وضع اللائحة الاسترشادية. نعم. وأعطاها الحق أنه في حالة عدم اكتمال النطاق أن تكون تلك اللائحة لائحة ملزمة، بالرغم من أن هذا الحق مخالفا للميثاق من الأصل. تمام؟ نعم. لكن أنت ملتزم به. نعم. تمام؟ ولكن أعطاها الحق في، أعطاها الحق في تحديد النطاق. فقط. لم يقل أكثر من ذلك. يعني وضعية اللجنة الأولمبية. وضعية انعقاد النصاب ما قالوش، ولكن هو عدد النصاب فقط هو الحق اللي له. قال لها، قال ويحدد نصاب الاجتماع الخاص اللجنة الأولمبية. متفقين. نعم. نحترم هذا القانون ونحترم هذا النص، والأهلي احترم هذا النص وقال 12000 ونص، لكن إذا كان القانون يريد أن يعطيها أكثر من ذلك لكان قال النصاب وشروط انعقاد الاجتماع اللي هي بقى إيه؟ على يوم التوقيت والمكان، ما قالش. نعم. يبقى أي خطاب أيا كان يخرج يذكر فيه تحديد لموعد أو لمكان أو لزمان أو لطريقة تصويت خلاص لم يذكرها القانون فهو كلامه صادق. إحنا دلوقتي القانون قال لك النصاب، ما قالكش شروط الانعقاد. انت وانت بتصير كنت حطيت شروط الانعقاد. نعم. كنت انت بقى في الاجراءات قلت النصاب يبقى كذا، المكان في الحته الفلانيه، الزمان في الوقت الفلاني. يعني كان اقر يا فندم في الـ في الـ في الـ في القانون او في اللائحه بتاعته في الماده 4 ان يكون الانعقاد على يوم واحد في المقر الرئيسي. بالرغم من ان الماده دي اساسا متعارضه مع الماده 3 في القانون، وهي دي المادة الصحيحة بقى. يعني المادة 4 دي مادة مخالفة لأحكام الميثاق الأولمبي قولا واحدا. المادة 3 هي مادة تتفق تماما مع الميثاق الأولمبي في متن القانون، والتي أعطيت الحق للجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات والأندية أن تضع جمعياتها العمومية اللوائح الأساسية الخاصة بها. واحد يقول لك طب النصاب احنا بنطلبه ازاي؟ أنت بتقول طب أنت بتقول أنت ليه مخالفة للميثاق الأولمبي؟ لأن الميثاق الأولمبي منع الزام اي مؤسسه ان تتدخل في اعمال الجمعيه العموميه. يعني ايه الزام؟ يعني تقول له خلي بالك لو ما حصلش كذا هيبقى هو ده اللي هيحصل، ده غلط، ده اللي بيخالف الميثاق. طب انت تتفق، انا كمحمد فضل اتفق مع ان اللجنه تحط لائحه استرشاديه، تحط لائحه استرشاديه، ولكن لا تلزمها في حاله عدم اكتمال النص. بتحط لائحه استرشاديه، الانديه اللي مش عارفه تصير
تاخد بيها الانديه اللي عندها قامات قانونيه زي الاهلي جابت، في انديه ما عندهاش، اتفق مع كلجنه اولمبيه تحط لائحه للترشاديه، ولكن لا تلزمي بيها في حاله عدم اكتمال النصاب لان هذا مخالفه للميثاق الاولمبي. هتقولي طب تقر ازاي؟ طب مع الجمعيات العموميه اللي ما طلعتش، ده في انديه كبيره طلعوا 500 و600 واحد. افرض ايه؟ هو ده تعظيم للجمعيه العموميه؟ انت بتقول لي تعظيم للجمعيه العموميه، ان تعظيم يعني ايه؟ كلمه تعظيم يعني ايه في اللغه؟ كلمه تعظيم دور الجمعيه العموميه ان انا اضع كافه الحلول والاجتهادات الاداريه التي تسمح للجمعيه العموميه ان تشارك. وسهل عليهم، يعني 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 باللغه الدارجه يا فندم اسهل عليهم ان هم يبقى دورهم يبقى دورهم فعال. دلوقتي لما اجي اقول 12000 ونص يجوا في الجزيره ويجوا في يوم واحد، يبقى انا بسهل. طيب وانا كده بسهل؟ لا اكيد انا طبعا. بسهل. ثانيا انت اساسا داخل ليه بتلزم؟ انت اعمل لي لائحه ترشاديه، والله انا بعرض، والله الجمعيه ما جاتش، يبقى هي اقرت بمشروعيه المجلس. نعم. وده معمول اصلا في القانون ان في حاله عدم اكتمال النصاب الجمعيه العموميه ما جاتش، يبقى معناها مشروعيه قرارات المجلس. نعم. انا ببعت لك لائحه زي بالظبط الدستور وزي بالظبط اي قوانين وضعيه. انت دلوقتي بتطلع خلاص بتلزم بعدد معين ان يخرج، فده مش موجود، والميثاق ما قالهوش. الناس اللي عشان الناس تبقى فاهمه، الميثاق لم يقل ذلك. الميثاق بيقول لك جايه بيديك طريق يا استاذ محمد، لكن هذا الطريق لا تلزم بيه. والميثاق خلي بالكم، الميثاق لم يذكر فكره التدخل الحكومي، ما قالش الجبر من انت. الميثاق كل اللي هو قاله ان ما فيش اي سلطه تتدخل. فكره بقى المقر، طب انا تعالى اديك بقى امثله. اتحاد كره القدم الدولي جمعيته العموميه كانت فين السنه دي؟ كانت في البحرين. ليه ما اتعملتش في المقر الرئيسي في سويسرا؟ في سويسرا. اتحاد كره اليد جمعيته العموميه القادمه في تركيا اللي رئيسه دكتور حسن مصطفى. دكتور حسن مصطفى اللي ليه ما اتعملتش في سويسرا في المقر الرئيسي، رغم ان المقر الرئيسي لتلك الاتحادات هي لوزان في سويسرا. نعم. يعني مين اللي جاء فكره ان يجب ان تنعقد في المقر الرئيسي؟ وبرغم ذلك احنا في الجمعيات العموميه بعد ذلك قلنا يبقى هنا في هنا. ثانيا مدينه نصر والجزيره هم مقرين لمقر واحد. نعم. لان عضو مدينه نصر هو نفس الشخصيه القانونيه لعضو الجزيره. نعم. ونفس الشيء وليس مقرين مختلفين. ده حقيقي يا فندم. ونفس الشيء بالنسبه لعضو الشيخ زايد، هو برضه عضو لنفس المنظومه. الشيخ زايد عضو فرع، لكن الشخصيه القانونيه بالنسبه لمقرات الجزيره ومدينه نصر هي شخصيه قانونيه واحده. نعم. واخد بال حضرتك؟ فبالتالي احنا ليه كل الاتحادات الدوليه بتعمل؟ هل تاتي اللجنه الاولمبيه الدوليه وتلزم الاتحاد الدولي لكره القدم ان يقوم باجراء جمعيته العموميه في المقر الرئيسي للاتحاد الدولي لكره القدم في سويسرا؟ لا تستطيع. فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ ما بيحصلش. ففكره ان انت لازم فين؟ افرض المقر الرئيسي ده تعذر اقامه الجمعيه العموميه بعد ذلك معاه. ما تحطش بدائل في النصوص؟ يعني الناس يا جماعه انت عاوز ايه؟ انا كنت لسه هسال حضرتك، انا كنت لسه هسال حضرتك يعني من اللي احنا شايفينه في الكلام لتفعيل دور الجمعيه العموميه، طب ليه انا بحط عراقيل وبتعنت فيها على الرغم عدم وجود اي بند في القانون بيقول اللي حضرتك بتقوله كلجنه اولمبيه بانك تلزمني بان انا اعمل في مقر واحد، وردود افعالك او توضيحاتك مش مقنعه من الناحيه المنطقيه، مش منطقي يا استاذ محمد. لا يملك احد ده، لا يملك احد نص على مخالفه الاهلي، نص واحد لا يملك احد في المؤسسات الرياضيه في مصر نصا واحدا سواء من قانون الرياضه او من الميثاق الاولمبي يقول ان جمعيه الاهلي بالانعقاد بهذه الطريقه مخالفه للقانون الوطني او مخالفه للميثاق الاولمبي. ادي نمره واحد. نعم. نمره اثنين، قواعد الميثاق الاولمبي هي قواعد مفتوحه، بمعنى ما يريده الميثاق الاولمبي تمام؟ ان كل جمعيه عموميه تنعقد بحريه بشفافيه باشراف كامل امن يضمن المصداقيه ويضمن عدم يضمن الحياديه ويضمن كل مثل هذه الامور، وتطرح هذه النصوص والناس تتناقش وتذهب وتصوت، تجيبها بقى يوم، تجيبها يومين، تجيبها ثلاثه، يعني ما فيش حاجه اسمها كده، يعني احنا عمرنا ما سمعنا ان الاتحاد اللجنه الاولمبيه الانجليزيه مثلا حطت اللائحه بتاعت نادي ليفربول حطت ولا مانشستر يونايتد. يونايتد لا مفيش، يعني ايه التصور ده؟ وعشان كده انت مع انا مع فكره ايه؟ حط لائحه ترشاديه، شيء كويس، سنه جيده، سنه جيده ان تضع لائحه ترشاديه للانديه، حاجه جيده. هذه اللائحه الناس تتعلم منها، الانديه الغير قادره تتعلم منها
كيفيه صياغه اللوائح الخاصه. لو مش قادر يصيغ خد اللائحه الاسترشاديه وطبقها، لكن انت ما تقوليش كمؤسسه خارجيه كسلطه خارجيه تمام ان انت لو ما حصلش كذا تبقى اللائحه مش حاجه اسمها كده في القواعد الدوليه ولا في القوانين الرياضيه الدوليه ولا في الميثاق الاولمبي، مش حاجه اسمها كده. فكره التدخل بهذه الطريقه طريقه مخالفه لقواعد احكام الميثاق. طيب فندم، هل هناك طريق الى الحل من يعني من المواجب ان السيد وزير الرياضه المهندس خالد عبد العزيز ورئيس اللجنه الاولمبيه الاستاذ هشام حطب ورئيس النادي الاهلي، مش هل من الوارد ان يكون في هناك بعض من التنازلات الى حد ما لاجل احنا عايزين حل، احنا وضع حلول ونريد ايجاد حلول، لان في تعنت من الجانب الاخر والنادي الاهلي زي ما حضرتك ذكرت لا يجد يعني لا يوجد نصا واحدا بيفيد ان النادي الاهلي مخالف باقامه جامعاته العموميه على يومين. فهل نعم في دوله قانون، انت في دوله قانون الحاكم بيني وما بينك هو القانون. اذا انت طلعت سند قانوني يقول سند قانوني، ما تقوليش لغه بقى واجتماع، ده انا لو انا دخلت لك في قصه اللغه ده انا هقول لك ان انت اساسا عندما تصف هذا الاجتماع باجتماعا خاصا هقول لك ده مخالف للميثاق الاولمبي لانه نوع من انواع التمييز. نعم. الاجتماع والاجتماع العادي له سكادول والاجتماع الغير عادي له سكادول، اول مره نعمل حاجه اسمها اجتماع خاص في العالم. تمام؟ فما تخشش في سكه اللغه. ان النون بقى المنونه والالف المنونه والقضيه دي، انا بقول لك دلوقتي انت قانون اداك في الماده 4 الزام للجنه الاولمبيه ان تحدد نصاب الجمعيه العموميه. والنادي الاهلي التزم بال 12,000 عشان تبقى صحه الانعقاد. لو كان القانون يريد ان يتدخل في عمليه شروط الانعقاد، وكويس ان القانون ما دخلش في القصه دي. تمام؟ لان انت هتبقى مخالفه صريحه لاحكام الميثاق الاولمبي شروط الانعقاد. خلاص؟ محدش بقى يقول لك اصل اللجنه الاولمبيه بعتت شكر والكلام ده كله، كل الامور دي مردود عليها، لان انت في نهايه الاختصام انت في مؤسسات دوليه بتفصل ما بين اللجنه الاولمبيه، عندك امور كثيره جدا اللجنه الاولمبيه داخله فيها زي الجمع ما بين رئيس اللجنه الاولمبيه ورئيس مركز التحكيم، وهذا يخالف الميثاق الاولمبي ويخالف قواعد اللجنه الاولمبيه. يا فندم ده يخالف المنطق نفسه. يعني ايه هي ما ازاي يخالف المنطق نفسه؟ هو من غير القوانين هو المنطق نفسه لا يسمح لكده يعني. انت في اتفاق باريس 394 بتوقيع مصر، مصر كانت حاضرة اتفاق باريس مع ال 208 مع ال 204 دولة أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، ووقعت على انفصال الملك محكمة التحكيم الرياضية الدولية عن اللجنة الأولمبية الدولية بحيث تديها الاستقلالية. كانت زمان اللجنة المحكمة الرياضية الدولية دي تحت مظلة اللجنة الأولمبية الدولية وخرجت على الطريق مجلس التحكيم الدولي وبقى في الكاس الكاس والآي كاس. تمام؟ مصر موقعة على هذه الاتفاقية باريس بدرواضي في 394. تمام؟ فانت بالتالي لما تيجي بتصيغ دلوقتي مركز التحكيم رئيس دي برضه امور، ولكن حاجه كويسه نؤيدها ونساعدها، لكن يبقى احنا عندنا توقع واحتماليه ان يتم التعديل ده، هو ان انت المنازعات تنظر امام مركز تحكيم، ده شيء جيد وشيء كلنا نتفق عليه ونوافق عليه، بس احنا بنقول فيما بعد خلي بالك عدلوا مثل هذه الامور لان ده مش صحيح. تمام؟ كل هذه الامور، فانت دلوقتي الاطراف دي انت المصلحه اللي تحكمنا ايه يا استاذ محمد؟ نعم. مصلحه وزاره الرياضه، مصلحه اللجنه الاولمبيه، مصلحه النادي الاهلي، مصلحتنا كلنا احنا الثلاث ان الجمعيه العموميه للنادي الاهلي يعظم دورها وتشارك بفاعليه اساسيه اما في اقرار اللائحه الاسترشاديه او في اقرار لائحتها الخاصه، صح ولا مش صح؟ صح. ده دورنا كلنا، عايزين نروح لده. تمام؟ يتعمل بقى على يومين. انا لو القانون كان قال شروط الانعقاد وجات الجوابات كده كنت انا اول واحد هدي الراي واقول لا تعملها في يوم واحد وفي المكان اللي حدده القانون، لكن القانون يا جماعه ما قالش. طلب بقى انت طالب مني 12,000 ونص، انا اجتهدت، انا دلوقتي فكرت، اديت حلول، اديت بدائل عشان انا عاوز اكيد، انا كمجلس اداره، انا كنادي اهلي عاوز احمس جمعيتي انها تيجي، عايز احفزها انها تيجي، عايزها توافق على لائحتي. أنا كيان كبير واسم كبير، من حقي إن أنا أضع لائحتي ومن حقي إن أنا أحط كافة البدائل والأمور اللي تخلي جمعيتي تيجي. اجتهدت في ضوء النصوص اللي أنت حاططها. مش إحنا اللي حطينا المادة 4، مش محمد فضل الله ولا سين ولا صاد ولا عين اللي حط المادة 4، أنت اللي حطيت المادة 4.
ألزمت بنصاب لم تلزم بشروط العقاب، جاي بتعاقبني؟ جاي بتقول لي انت وانت باعت جوابات قبل دعوه الاهلي بتقول له اعمل اللي انت عايزه، صوت، اختار الطريقه، ما قلتش اي حاجه. لما لقيت ايه ده الفكره الجديده بقى؟ الاهلي هيطلع بيومين؟ لا احنا طب انت مغير وباعت جواب، انت بتدير مؤسسات، انت بتدير مؤسسات، المؤسسات هي بتلتزم بقرارات لغايه النهايه. انت جالك نصوص وجالك ما فيش حاجه اسمها جواب بقى جديد وجواب اصل احنا كان قصدي فيش الكلام ده في اداره المؤسسات المحترفه. ده اكيد هي دي ده الاحتراف يا فندم، ان الاحتراف ان انا بكون سابق في 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 ان انا اعرف ازاي استرشد من اسم اللائحه الاسترشاديه، استرشد واجيب الناس اللي بتفهم في هذا الشان بشكل كبير جدا واخد كذا راي عشان اوصل للحل الامثل والقوانين الامثل. وهديك يا استاذ محمد نموذج، استاذ محمد انا اول واحد اتكلمت على الماده 3 في البطاقه، واول واحد في مصر اتكلمت على الاولمبيك موفمنت، الحركه الاولمبيه. نعم. وما يجب ان يكون في الحركه الاولمبيه، وان الانديه تنتسب، نعم الانديه تنتسب للحركه الاولمبيه والاتحادات تنتسب للحركه الاولمبيه، نعم، بس معنى هذا الانتساب معناه ان هو انتساب للحمايه وليس انتساب للاداره، والدليل على ذلك ان من ضمن المنتسبين للحركه الاولمبيه اللاعبين والمدربين والحكام، دول منتسبين دول بنص الماده 3 في الميثاق الاولمبي، واخد بال حضرتك، اللي هي السند دلوقتي ان الكلابس تندرج تحت اللجنه الاولمبيه، نعم، بس معاهم المدربين والاداريين، طب هل اعطت اللجنه الاولمبيه لائحه استرشاديه للمدربين والحكام واللاعبين؟ لا. ما انت طالما اللي انت بقى بتحط لكل المنتسبين بتحط كمان بقى للاعبين والمدربين والحكام لائحه استرشاديه في طريقه عملهم. نعم. فالناس لما تاخذ النص اما ان تاخذ النص بقيمته ومضمونه واصوله وتوثيقه وتعريفه بصوره كامله، واما ان لا تتدخل. الكلابس موجوده في الاولمبيك موفمنت ولكن موجوده كسبب للحركه من ناحيه الحمايه. اذا انا حطيت في لائحه الاهلي نصوص تخرق الميثاق الاولمبي وتخالفه، من حق اللجنه الاولمبيه ان تتدخل وتقول هذا النص مخالف للميثاق الاولمبي، يجب، لان هو ده دور اللجان الاولمبيه الوطنيه، ان تحمي قواعد الميثاق في الممارسات الرياضيه المنظمه، ولكن ليس دورها ان تتدخل بصفه الزاميه فيما يقر وفيما لا يقر. استاذ محمد فضل الله خبير اللوائح، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، يعني تم توضيح العديد والعديد من البنود في كل الاتجاهات من الناحيه